التدخل السريع من أجل إنقاذ حياة البشر وانتشال الجرحى من تحت الردوم في حالة الزلازل والانهيارات الخطيرة كانت محور المناورة التي قام بها عناصر الحماية المدنية لولاية تلمسان رفقة زملائهم من ولاية عين تيموشنت وسيدي بلعباس وسعيدة، أين اختبرت الحماية المدنية جاهزية عناصرها وعتدها. وتمتد العملية لغاية يوم 18 أبريل 2017 والتي تتجري بمنطقة طابق الفلاحة بمدخل دائرة أولاد ميمون، والغرض منها هو الوقوف على جاهزية تعداد وعتاد وحدات الحماية المدنية. على مدار 4 أيام ومن خلال برنامج مسطر، تعرف أعوان الحماية المدنية على أهم التقنيات المتبعة من أجل إنقاذ أكبر عدد ممكن من المصابين في مناورة جرت في ظروف جد حسنة. هذا التجمع الذي يعتبر امتداد لمختلف التجمعات المبرمجة من طرف المدير العام للحماية المدنية، والذي يهدف إلى تحسين المعارف ورفع من القدرات المهنية والكفاءة المهنية لدى أعوان تدخلات الحماية المدنية أثناء وقوع الكوارث، لا سيما الكوارث الكبرى المحددة في المرسوم التنفيذي 231-85 مؤرخ في 25 أوت 1985. تعتبر هكذا مناورات ذات أهمية قصوى في ضمان أفضل تحضير للأعوان من أجل ضمان نوعية عالية في التدخلات.